السلام عليكم، انا محمود طارق من كليه علاج طبيعي جامعه كفر الشيخ، وجاي حابب اتكلم معاكم عن شويه حاجات كده تخص الكليه. يعني مثلا يعني الكليه ما بتاخد المجموع كام، عدد السنين الدراسه، كل الاسئله. لو انت حابب تخش الكليه او مقبل على الكليه، يعني كل الاسئله اللي ممكن تخطر في ذهنك ان شاء الله هحاول نجاوب عليها في الفيديو دوت. نبدأ مثلا بمجموع اللي هو بالنسبة لثانوية عامة، مجموع ثانوية عامة اللي دخلك الكلية ان شاء الله. هي الكلية عموما، انا دفعة 2018 كانت مجموعي، كان هي ما بتبقاش يعني احنا اربع كليات في مصر: علاج طبيعي كفر الشيخ، القاهرة، في جامعتين تحت في الصعيد، هما اللي فيهم، هما دول الجامعات الحكومية اللي فيها كلية علاج طبيعي، بالاضافة بقى للجامعات الخاصة. احنا كان تنسيقي انا كان 96.7، اللي هي مجموعة 396.5 في ثانوية عامة. يعني لو حابب، يعني انت لو جايب حاجة اعلى طبعا وحابب تخش براحتك، بس هي الرينج مثلا بقالها سنتين كده رينج من 97% ل 98%، يعني مش بتزيد عن كده، مش بتقل قوي عن كده، فاهم؟ طبعا هي بتبقى شعبة علمي من ثانوية عامة، طبعا بتبقى شعبة علمي علوم. اكلمكم بقى شوية عن الكلية نفسها. هي مثلا الكلية، اول حاجة الكلية عدد السنين فيها، عدد سنين الدراسة يعني، بيتكون من 6 سنين الاجمالي. اول 5 سنين دول بيبقوا دراسة، 5 سنين دول دراسة، دول الاساس. والسنة السادسة ديت بتبقى امتياز، يعني انت بتدرس ال5 سنين وفي سنة ستة بتاخد الامتياز بتاعك دوت من المستشفى، بتلف على الاقسام اللي هنقولها في الفيديو ان شاء الله، بتلف كل قسم في شهرين، وبعد كده بتاخد الشهادة ان شاء الله وتبقى اتخرجت بإذن الله. المواد بقى، يعني نتكلم عن المواد والاقسام وكده. بالنسبة للمواد، هي في حاجة اسمها بيزك ساينس. بيزك ساينس ديت اللي هي مواد العلوم الاساسية عموما، اللي هي زي اناتومي اللي هي التشريح، فيسيولوجي علم وظائف الاعضاء، الهيستولوجي علم الانسجه، مثلا بايوفيزيكس الطبيعه الحيويه او الفيزياء الحيويه يعني، والبايوكيمستري الكيمياء الحيويه. الحاجات دي كلها يعني بتساعدك كده، بتاخد من كل واحده اللي انت هتستفيد منه في كليتك، وبناء عليه بتبدا بقى ترتب عليها السنين الجاية بقى، يعني المواد التخصصية بتاعتك انت بقى هتحتاجها في ايه بقى. تمام. البيزك ساينس ديت بتفضل مكملة معاك اول سنتين، او سنة اولى وسنة تانية الترم الاول مثلا، بس من سنة تانية مثلا بتاخد حاجة اسمها بايوميكانيكس. بايوميكانيكس ديت مادة تبع بقى، دي بقى الاساس، بايوميكانيكس اللي هو الميكانيكا الحيوية او علم دراسة الحركة، يعني الجسم بيتحرك ازاي، يعني دي اساس الكلية عموما. يعني انت طبعا داخل كلية علاج طبيعي، فطبعا يعني الجسم بيتحرك ازاي، دي اساس الكلام اصلا. البايوميكانيكس لازم يعني حاجة عايزة واحد ايه، دكتور مهندس كده، يعني حاجة ايه، حاجة سهلة وحاجة بتتلم كده، حاجة تتفهم، يعني هي بتتفهم اكتر ما بتتحفظ اصلا. طبعا حاجة بقى تقول مثلا العضلة ديت، العظمة دي اتشدت، العضلة دي، يعني الكلام ده كله. بدءا من سنة تالتة بتبدأ بقى تاخد الأقسام بقى، أقسام الشغل بقى. بدءا من سنة تالتة مثلا بتاخد حاجة اسمها قسم البطنة وأمراض الصدر، دوت بيفضل مكمل طول السنة. دوت بتتعرف عليه بقى، على أمراض البطنة، ويعني حاجات شبه بتوع بشري شوية، امراض البطنه وشويه امراض الصدر والحاجات دي. في سنه رابعه ان شاء الله بتاخد 3 اقسام، اول حاجه قسم النساء والتوليد وعلاقته بالعلاج الطبيعي، وتاني حاجه قسم الحروق، ودوت حاجه برضو مهمه جدا بالنسبه للجلديه والحاجات ديت. قسم الحروق مهم جدا، ان قسم الحروق يعني مثلا ان لو حد لا قدر الله عنده حرق درجة تالتة كلام من ده، يعني دوت انت بتساهم طبعا يعني في الجلسات وكده والكلام ده، بتبدأ بقى ترجع له الجلد مثلا، لو الجلد بيكرمش ساعات كده لما بيتحرق، بتبدأ بقى بالجلسات والشغل وكده ترجع له الجلد زي ما كان ان شاء الله. القسم الثالث في سنة رابعة هيكون العظام، قسم العظام، وده يعني ده تقريبا يعني الاكثر شيوعا
في الشغل العملي قسم العظام والاعصاب، انا بعتبرهم كده. العظام بالنسبه مثلا للناس اللي هي بقى ايه اللي شايفه اصابات الملاعب، اللي هي التاهيل، اللي هو مثلا بيبقى عامل عمليه رباط صليبي وجاي بقى عايز بقى يقف على رجليه تاني، ومثلا الرياضيين اللي هما بيبقى عندهم الاصابات الخطيره في العظام والاربطه والحاجات دي، كل ده تبع قسم العظام، يعني التاهيل ويرجع زي ما كان وكده. السنه 5 ان شاء الله كده خلصنا من سنه 4. سنة 5 إن شاء الله بتاخد فيها قسمين، آخر قسمين. الأول اللي هو الأطفال، ودي حاجة طبعا شيقة جدا، يعني ديت حاجة جميلة يعني إنك تساعد طفل، مثلا طفل تساعده على المشي. أطفال بيبقى عندها مشاكل عيوب خلقية وكده. والقسم بقى التاني في سنة 5 هو قسم الأعصاب. الأعصاب بقى اللي هو لا قدر الله، يعني الناس اللي بتبقى قايمة من جلطات، حالات الشلل، الحاجات ديت، كل ديت اللي هو التأهيل بتاعها بقى. تمام كده اتكلمنا عن المواد والأقسام، واتكلمنا ان في سنة 6 بقى كده خلصنا 5 سنين، بتخش سنة 6 امتياز. السنة 12 شهر بتاخد، احنا اتكلمنا عن 6 أقسام اهو. ال6 أقسام دول كل قسم بتاخده في شهرين، يعني كل قسم بتاخده في الامتياز في شهرين في المستشفى إن شاء الله. بالنسبة مثلا لإيه تاني، مجالات الشغل بقى. مجالات الشغل طبعا أنت بتسمع عن العيادات اللي هو يقولك إيه ده دكتور رجيم، تلاقيه كاتب أخصائي علاج طبيعي ويقولك ده دكتور رجيم أو دكتور تخسيس. هو مش كده، هو يعني رجيم دي حاجة تانية اسمها التغذية. دي التغذية ديت احنا مدرسهاش بالدقة قوي، يعني في حاجة اسمها دبلومات وحاجات بتتاخد كده وحاجات بتتحضر يعني وتتاخد وكده، ديت ممكن تاخدها بعد ما تخلص دراستك، اللي هي عشان تشتغل تبقى مؤهل انك تشتغل في شغل التغذية، التخسيس والتنحيف وكده. من الحاجات التانية طبعا زي ما اتكلمت طبعا الإصابات الملاعب. إصابات الملاعب يعني اللي هو في ناس أساسا شغال على كده، في ناس المراكز مركز كذا لتأهيل إصابات كذا، اللي هو مثلا واحد عامل لا قدر الله رباط صليبي، واحد عامل مثلا شرايح، كلام من ده، لازم بيبقى بقى ايه اللي هو المكان اللي معمول فيه العملية أو المكان المصاب ده بقاله فترة ما اتحركش، ولا العضلات اللي حواليه اتحركت، فلازم انت تأهله واحدة واحدة، لأن لو قام مرة واحدة ورجع مرة واحدة كده يبقى بوظ كل حاجة، فلازم تأهله واحدة واحدة وكده. القسم الثالث أو يعني مجال الشغل، يعني الحاجات اللي هي الشائعة، مجال الشغل اللي ممكن برضو يكون تبع الحاجات ديت، في الأطفال. الأطفال دوت يعني هو بيبقى مش يعني هو مرهق شوية، بس مرهق بنتيجة أنت يعني بنتيجة أنت بتحبها، نتيجة بتحبها مش على المستوى المادي، هي يعني المستوى المادي إن شاء الله يعني حاجة جميلة برضو، إنما على المستوى إن مثلا يعني طفل لا قدر الله يعني مولود مثلا ما بيعرفش يمشي، أو اللي هو عنده تأخر نمو في تأخر في المشي، عنده مثلا العضلات الجزء السفلي ضعيفة جدا مش عارف يمشي، فيعني بيبقى والده والدته مثلا بيبقوا طبعا صعبان عليهم مش عارفين يعملوا ايه، فبيجوا يعني اللي هو انت عارف اللي هو بيقولك الغرقان بيستنجد بعود قش، فبيجي الدكتور العلاج الطبيعي، ما بالك بقى انت اللي بتخليه يقوم على رجليه ويمشي، فيقوم طول عمره وهو ماشي قدامهم كده يفتكروا ده كذا دكتور كذا دوت هو اللي خلاه يمشي، يقعدوا بقى يدعوا لك طول عمره كده. هي دي حلاوتها، مش يعني مش فلوس، وعموما اصلا الشغل مش فلوس، عموما الشغل انت تحب تعمل كده، هي وبالذات الكليه دي بالذات الشغل ده انت بتصلح، يعني بتصلح يعني ناس عندها حاجات بايظه وانت بتصلحها، يعني حاجات كانوا فقدوا الامل فيها مثلا وانت بتصلحها، حاجات يعني ان هم عايزين اي حاجه تقويهم، يعني عايزين اي حاجه تساعدهم. فانت علشان تكون دكتور علاج طبيعي وانت بتدرس ماده اسمها سايكولوجي اللي هي علم النفس، انت لازم تكون نفسيا او يعني تكون انسان قبل ما تكون واحد بيجمع فلوس، يعني الناس اللي بتجمع فلوس دي كتير، يعني
لازم تكون نفسيا يعني ايه انسان، يعني انسان تحس باللي قدامك وكده، وما تحس انت تقول له انت سليم، وما تجيش مثلا في وشه تقول له لا يا عم ده انت مش عارف ده انت عندك ايه ومش هتقوم تاني وبتاع. لازم تبقى يعني انسان كده. بالنسبة بقى مثلا لو حابب تشتغل مثلا مع الدراسة وكده، او عموما يعني يعني نصيحة، يعني هو انت لغاية سنة تالتة مش هتكون يعني لو قاعد جنب دكتور في عيادته يعني مش هتكون ايه فاهم قوي الدنيا عاملة ازاي. فيعني نصيحة، يعني هو ممكن تنزل مثلا تدريب مع دكتور يعني في المركز بتاعه بدءا من سنة تالتة. هو سنة تالتة مثلا زي ما قلت الأقسام بتبدأ من سنة تالتة اللي هو مع البطنة وكده، فممكن تنزل تدريب من سنة تالتة بحيث تشوف الدكتور ده بيعمل ايه ايه التشخيص ده ومش عارف ايه وكده، فتقوم تريحك في شغلك قبل ما هي هتريحك في دراستك اصلا. يعني لما تروح بقى اعدادات خارجية في الكلية عندك وكده هتريحك الموضوع ده. طبعا انتوا شايفين ده حاجة اسمها ازاي، ده حاجة اسمها سكراب. السكراب دوت يعني بتشوفوا مثلا بتوع دكاترة العمليات بيلبسوا حاجة زيه كده بس على أخضر، اللي هو خاص بغرفة العمليات. السكراب دوت خاص بالشغل، خاص يعني إجراء الجلسات والحاجات ديت، ولما تروح تحضر في العيادات الخارجية مع الدكاترة، ولما تروح تحضر سكاشن زي سكاشن الماسل تيست والحاجات دي لازم يكون السكراب دوت ده الزي بتاعك، وطبعا مع البلطو اللي بتستخدموه في السكاشن التانية. يعني ايه تاني؟ مكان الكلية، انت طبعا يعني لو عايز تخش احنا بتكلم عن جامعة كفر الشيخ طبعا. مكان الكلية في حاجة اسمها جامعة كفر الشيخ لها 3 بوابات. في حاجة اسمها بوابة رئيسية ودي في آخر البلد كده يعني أقرب حتة لسخة، وفي حاجة اسمها بوابة آداب ديت في النص كده يعني بعد البوابة الرئيسية، وفي حاجة بقى اسمها بوابة تجارة. بوابة التجارة ديت اللي هي أول واحدة في مجمع الجامعة، ماشي. في بقى يعني الحتة اللي فيها تربية وبيطري ديت بعيدة عننا شوية. زي ما اتفقنا في بوابة التجارة، بوابة التجارة ديت بتخش من البوابة بتلاقي أول حاجة على إيدك الشمال كده مبنى تجارة، مبنى كلية تجارة يعني، وبعدين مبنى كلية بشري طب بشري على إيدك الشمال برضو، وبعدين في وشك كده بتلاقي مبنى علاج طبيعي دوت. يعني هو تقريبا من احدث المباني اللي موجوده في الكليه في الجامعه، هو مبنى علاج طبيعي. بس في بقى ممكن يعني مثلا لو حد حابب مثلا اللي هو الانشطه الرياضيه والحاجات دي، في حاجه اسمها يعني اللي هو الانشطه الترفيهيه والرياضيه وكده، في ملعب سكواش كده في الكليه موجود، يعني لو حد حابب يجرب يعني الموضوع ده، في ملعب سكواش موجود في الكلية لو عايز حد يجرب. وإيه تاني؟ وبس. ونظام الدراسة في حاجة، طبعا في حاجة مهمة، انت المواد بتاخد يعني الترم مثلا 7 8 9 مواد، يعني ماكسيمم خالص 9 مواد، ودي مش هتحصل غير في ترم مثلا في الترم التاني في سنة أولى دي اللي هتحصل فيها 9 مواد دي، انما ماكسيمم 9 مواد. ممكن الترم تلاقي فيه 7، ممكن الترم تلاقي فيه 8. لما تخش في الاقسام هيبقى في حاجه اسمها راوند، فهتبقى ديت الراوند دوت بي يعني بيبقى كبير شويه، فبيبقى واخد مكان مادتين 3 4 كده. في حاجه اسمها نظام الكريدت اورز اللي هو الساعات المعتمده. الساعات المعتمده ده يعني مثلا ماده زي الاناتومي التشريح، الماده دي ليها حاجه اسمها نظري وحاجة اسمها عملي وحاجة اسمها شفوي دوت. انت لما عشان تعدي من يعني عشان تنجح في المادة دي لازم تنجح في النظري في الامتحان الورقة اللي بتكتبه ده، وفي العملي في الامتحان العملي اللي بتروح المشرحة وتشوف الجثة اللي هي مثلا بتشوف السؤال اللي موجود وتجاوبه، او الدكتور يسألك عن حاجة وتجاوبها. والشفوي اللي هو السؤال اللي الدكتور الاورال بقى اللي الدكتور بيسألك وجها لوجه كده، بيسألك سؤال معين وانت تجاوبه عليه. لازم تنجح في الحاجات دي. وطبعا في حاجة اسمها أعمال السنة اللي هو الميد ترم والحاجات دي، طبعا دي على جنب. لازم عشان
تعدي في يعني مثلا الاناتومي ديت بتبقى مثلا 3 ساعات. 3 ساعات من كام؟ متسجلة ب 3 ساعات. 3 ساعات من كام؟ من 20 ساعة. 20 ساعة انت بتاخدهم في الترم، في السمستر الواحد. ال 20 ساعة في الترم الاول و20 ساعة في الترم الثاني في سنة اولى مثلا. الاناتومي ديت بتاخد 3 ساعات مثلا من 20 ساعة في الترم الاول. طيب انا عاوز يعني عاوز اعرف لا قدر الله مثلا يعني ما عرفتش اسجل كل المواد، ما يعني عاوز اعرف عايز يعني المستوى التاني دوت اوصل له لما اعدي كام ساعة؟ المستوى التاني بتوصل له او سنة تانية يعني توصل لها لازم تكون معدي 28 ساعة من ال 40 بتوع سنة اولى. يعني سنة اولى فيها 20 و20 40، لازم تكون معدي منهم 28 ساعة، تكون ناجح في المواد بتاعت ال 28 ساعة. بس طبعا يعني طبعا لو انت لو وقعت حاجة طبعا لا قدر الله بتحتاس فيها قدام. في حاجة اسمها طبعا السمر كورس اللي هو الفصل الصيفي، ان السنة بتنقسم مش لترمين، او سمستر 1 وسمستر 2 وسمر كورس، او اللي هو الفصل الربيعي والفصل الخريفي والفصل الربيعي والفصل الصيفي. السمر كورس ده اللي هو لو حد عايز يسجل مادة مثلا ما سجلهاش في السنة، او حد مثلا ما توفقش فيعني يعني عايز يسجل المادة ديت يعيدها يعني في الصيف علشان يعدي للسنة اللي بعدها ما يكونش معاه المادة ديت، دوت السمر كورس دوت موجود. ايه تاني؟ بس كده اتمنى يعني يكون فدتكم بحاجة في الفيديو دوت ان شاء الله، واتمنى لكم كلكم التوفيق وربنا معاكم يا رب. لو هتخش الكلية ان شاء الله ربنا معاك، وان شاء الله يعني هتلاقي الدنيا يعني سهلة بإذن الله ومبسطة. وعموما يعني احنا بالنسبة انا مثلا انت بس لما تخش سنة اولى هتلاقي ان الدنيا ايه في الاول مدربكة كده، وايه يا عم التشريح ده، وايه اناتومي ده، ويعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني اروح المشرحة واشوف جثث واشوف يعني ناس ميتة وحاجات الكلام اللي كان بيتقال ده. لا يا عم، هو بص هو كل هي سلسلة كده، كل حلقة بتكمل التانية. مش هتعرف تكر يعني مش هتعرف تخطي السلم كله مرة واحدة، السلم درجة بدرجة، وكل درجة من دول هتفيدك في الدرجة اللي بعدها. وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وربنا معكم يا رب وبالتوفيق إن شاء الله، وأتمنى لكم دراسة سعيدة بإذن الله.